اسمك الله؟ محمد. ويا زينب. اسال الله اوقاتكم متابعينا ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من سيد الطيبي نواحي القنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافضل متابعين قناه شوف تيفي، هذه السيده وهذا السيد هذا اللي من بعد 20 سنه الزواج، سبعه ديال الدراري كيسقطوا لهم، ما كتب لهمش الله انهم يديروا الخلف، لكن مع الاسف ان هذه السيده في واحد الحاله يورث لها، في واحد الحاله الله اللي عان بها. الزوج كان خياط وكيف ما كنعرفو كيف ما كيقول اخي ما بقيتش كنقدر نشوف، ما بقيتش حياتي كيف ما كانت، الظروف ديالي صعبت وخصوصا في هذا الوقت هذا. اليوم جيت عند خوتي المغاربه، خوتي الحرار، انهم يساعدوني على هذه المراه هذه اللي معذبه ما لقيت لها جات، الله اللي عان بيا. كنشوفها وكنتقطع، ما بقيت نشوف لا ليل لا نهار، ما بقيت نعس، ما بقيت ناكل. كيف ما كنقولوا هادو كوبل مسنين بغاو ما بغاو والو، كيقول لك حنا ما بغينا والو، بغينا غير اننا هاد السيده نشوفو اللي يعاونها واللي يساعدها. مستورين من الشتا ومستورين من البرد، الحمد لله على كل حال، لكن لقمه العيش هي اللي صعيبه علينا، والحاله ديالها هي ولات حاله الله اللي عان بها. كذلك يقول واحد الحاجه اللي غنسمعوها القصه، اللي هي قصه صادمه من أهل من طرف الاهل ديالها، واش هادو اهل ولا شنو؟ غنسمعوا هاد القصه. فكرنا في اسم سميه محمد. مرحبا بك سي محمد، ومرحبا بكل المتابعين افضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. كيف ما قلت لكم هذه القصه غتهز المغاربه كاملين، لان قصه مؤثره، قصه واليوم حنا كان كيف ما عارفين اليوم يوم اول في العام، قصه اللي شنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. مره اخرى مرحبا بك، وعاودنا قصه ديال انت وياها من اول ما من اول ما تزوجتي في 2003، احنا اليوم في 2024 اليوم الاول من فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، و تحيه لشو طيبي اخ. هاد السيده زينب تزوجت بها عام 2003، وتعرفت عليها في 2000. انا كنت خياط. تعرفت عليها في 2000. في الدار البيضاء انا كنت خياط، وعائلتها كلهم في حمام فن، يعني سباته. تعرفت عليها السيده هذه في 2000. الساعه كانت الوقيته ديالها في عمرها 30 عفوا. اييه 37. نعم واخا تعرفت سنين وانتم كتعرفوا مع بعضياتكم. عرفت تما، انا كنت خياط، عائلتها كلهم كانوا خياطوا عندي. هي ديك الساعه في ديك كانت تخرجت من الجامعه وداك الشيء. هي كانت في الجامعه؟ اييه، عندها سنه في الدراسات العليا، شادت لا ليسونس وعندها سنه في الدراسات العليا. انا تعرفت عليها في ديك الوقيته، كانت كتقري في البريفي ديال عين الشوق. كانت كتقري في البريفي ديال عين الشوق. كنت كتقري العربية. المهم تفهمنا على الزواج وداك الشيء وهذا، لأن كنعرف عائلتها هي أول مرة كنعرفها، وأول مرة هي غتخيط، جات تخيط عند الخياط اللي تيخيطوا عند عائلتها. المهم تعرفت عليها، شتها عجبتني، امان، ثقه، حتى هي قالت لي ارتحت ليك هذا.
المهم درنا بقينا حتى 2003 وهذا. علاش بقيتو حتى 2003؟ حيت انا ما كنتش م... انا ما كنتش مستعد. هي من هي من ديك المدرسه هذيك سالات من ديك المدرسه ومشات دارت ليكسبيريونس ديال لا فارماسي ولات كتخدم في واحد لا فارماسي في سباته. وبقى بيناتنا تواصل، انا طلعت بحالي البلاد، بقى بيناتنا تواصل وداك الشيء. ها؟ طلعت في البلاد ديالك وزان؟ اييه. نعم. بقات بيناتنا تواصل، وصل الوقت ديال الاجل، اهبطت اهبطت من عندها، خطبت من بوها. اشوف 2003 اشوف كازا. نعم. ياك. اشوف كازا. نعم. نعم كمل. المهم بقينا حنا بقينا في كريس في كريس في سلا. كريس في سلا شي قول شي 4 سنين. كريس في الرباط شي عام ونص. جينا مشينا كرينا مشينا كرينا في سميتو، بقينا كنتلاوطو في الدار البيضاء، كرينا هذا. نعم كرينا. نعم كمل. بقينا كنتلاوطو في الكرام هنا لهنا، انت والسيدة. انا وياها، وهي كتجري على المشكل، على المشكل ديال شنو هو السبب اللي كيجعل ديك الدراري يخسروا. كتمشي مسكينة من الطبيب هنا. هنا سبعة ديال سبعة الدراري، الأول حساب حس ما كاينش الفلوس، كما كل شيء داك حس ما لقيناش حدا صافي. كتمشي اي حاجه. كانت خدامه على حسب ما كتقول. كانت خدامه ولكن ما كانش عندها لاسينيسيس. لاسينيسيس دارت مؤخرا في واحد الصيدليه، ولكن ما تبعدش عليه. هذا هو. واخا ما تلول ما تسانيتات وهي عندك نعم. من بعد منها من بعد منها بقيتوا عايشين حياتكم. جيتوا لهنا للسي الطيبي. لا جينا هنا، جينا للسي الطيبي، ولكن جينا للسي الطيبي سكنت مسكينه هنايا واحد المدة. جينا سيدي الطيبي سكنت هنا واحد المدة، كما كتعرف هنايا كتشوف السكن البراكة كتعدي هنايا، كنت نجمع فيها المتلاشيات وداك الشيء هذا. ماشي هذا. أنا في 2010 مشيت ندير الخياطة تما. تبعثني هي جلست مع والديها شي شهور قليله هكا، وخرجنا مشينا دبرنا على الكرا وكرينا وبقينا تما. واخا بغيت نسولك واحد السؤال. ولو انكم كيف ما قلتي سبعه ديال الوليدات. كان ديفو او القدر منها هي، ما فكرتش انك تجوز او تمشي؟ ما نقول لك ما يمكنش. الولاد ما يفسدوش زعما الود ديالي مع مرتي، فهمتي ولا؟ كان بغيها وكان موت عليها، وهي كذلك، وعندنا واحد 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 الانسجام، واحد التضامن. هي تكون انا يا ريت لو كون بقى كتهضر وهي تقول لك. يعني كان هو ما كيكونش في الاول حب، هو كيكون في الاول اعجاب، ومن بعد بعد الزواج كيتطور الحب. هذا من بعد ما تطور الحب كنبغيها، كان على الاخلاص ديالي، على الثقه ديالي، على المخافه ديالي، على فهمتي ماشي هذا. وهذا اذا تحط درهم راه فانا يبقى تما 10 سنين ما تاش. وانا كذلك وعشنا واحد الحياه هذا ما نقولكش، ما تقدرش يعجز اللسان هذا عليها. يعني واحد هذاك الشيء اللي جعلني انايا من
ما نفكرش في زعما نقول خصني الدراري ونفرط في مرتي ولا لا، اولى مني ما جاونيش الدراري معاها السيده. صافي، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. فاكر كنت كنتكلم معاك قلت لي ما بقيتش كان الناس من بعد ما مرضات، ما بقيتش كنقدر الناس، ما بقيتش كنقدر نشوف الناس زياده، سيرتو نهار الجمعه ملي قطعت الحزه ما بقاش كتقدر تتكلم. ما كنعاش لان انا يديها انا ماشي غير هذه دابا غير الجمعه ما بقاش تكلم. اما انا راه ماشي معها دابا، هذه شهر ملي جبتها من دارهم، شهر واخا خذي دارهم قلت لي واحد الحاجه اللي هي خطيره خطيره جدا، هي انك على حسب ما كتقول. نعم، قلت بانك يعطيوها القرقوبي من اجل واحد الدار اللي عندها هي. اييه هذه مشيت، هذه مشيت سميتو، مشيت هي كانت معايا ساكنه معايا، ومشات في الطوبيس عاديه بهذا، ومشات للدار. مشات للدار على اساس انا نجيب الوراق. شي شويه السيده كتقول لي ما قدرش نجي، بلاتي تنولي شويه. انا ما كنمشيش تما، ما مع بين الاحترام، ما عمري وقع لي معاهم شي مشكل ولا عمري فاتح معاهم ولا احترام. هذا السيده مشيت عندهم، قلت لهم صيفطها خرجوا لعندي. قالت لي غير غندير ليها غير غير مشي غدا غنمشي دير الحجامه على حساب ديك اللي منفوخه، غنمشي دير الحجامه ونصيفطها. من بعد داك الشيء نكرات هذه الحجامه. قالت لك انا ما كان، قلت لي غندير الحجامه وتصيفطيها، علاش ما صيفطتيهاش؟ نكرات. قالت لي انا ما كنصدقش. نعم، علاش؟ انا جاي لك. مور داك الشيء تمشي تلقاها مخبية واحد القرعة د الماء فتحت منها. قلت لي ودي راه كيديروا لي فيها الفانيد، راه كيديروا لي القرقوبي، راه هذا، راه كيديروا لي البوكاديوس، راه كان راه ما راه كانت كنت كنكون عادية حتى كنت كنتلاح. هادشي خاطر اللي كتقول هذا هو، هذه هي الحكاية اللي كاينة، هذه هي الحكاية. باش ما نبقاوش هذا، انا ملي عيطت لك عيطتها كيعيطوا القرقوبي وكيقول باش ما تجيش. سيبنا باش ما تجيش باش نجي، باش انا نجي. مني غنجيت من جيت قلت يقولوا لي خصك تعطينا 100,000. علاش 100,000؟ 100,000 للعشاء ديالها، غتموت هي زعما، خصك تعطينا 100,000 للعشاء. وإلا ما عندكش هذه 100,000، إذا بقى ما ماتت الله يحفظها، هذا السؤال طول العمر ونتمناو على الخير. السؤال هذا كيتطرح عليهم هما يجاوبوا عليه. هذه ختها بالضبط. قالت لك بدون ديك الأسماء، كبيرة صغيرة وشنو أكبر منها أصغر منها؟ أصغر منها. كاين الأخ ديالها أصغر منها وهي تابعة ليه. هي خواتات هما ستة. هما ستة. قالت لي تعطي هذا، قالت لي تعطينا 100,000 ديال العشاء، وإلا ما عندكش 100,000 غادي نحيدو هذاك من ديك التسبيق، مسبق جوج ونص تما. ديال واحد الدار. أييه. دار في كازا. أييه. فين بلاصتها؟ في مديونة. شحال كثرات؟ 14. وهي شحال، هي شحال دفعت؟ هي دفعت جوج ونص. وكمالها بقات كتعطيها تريتات؟ هي لا ما مكملاش، بقات هكا. تيقولوا لك تعطينا هذاك وتتنازل عليها وحنا نكملوها، لان دابا ختم غنموت. فهمتي؟ وما عرفناش شكون سبق من لاحق. السؤال يطرح عليهم هذا، هذا خصهم ما يجاوبوا عليه، هذا هو اللي ضرني. واللي ضرني هو الانسان المريض وكيسمع على هاد الهضره هذه كدوي في العشاء، واش هذا غيبرا. المهم قبل هذا الشيء قلت لك انا سافرت لهنا، جيت لهنايا دوزت 9 ايام. نهار 15 شهر 11، ورجعت نهار 24 شهر 11، يعني 9 ايام. تلقاهم هزوا الساروس، هي مريضة، هي النيت، هز الساروس ومشات للدار وحل في الدار وجمعت كاع المواعن اللي كاينين تما. داتهم
هي اللي جات ولا اختها؟ واختها اختها اختها جات على اساس على ان اختها غتموت ولا ما عاد كيفاش ولا هذا ولا هذا. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك الشيء انا بغيت ربي حنتهم وبغيت 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 لحبابي وبغيت لحباب يتعاونوا معايا ويعاونوا ونحنتهم. باش كطلع شنو كطلع؟ كنطالب يساعدوني عليها وهذيك الناس يبعدوا لي من هذا من جرسي. بعد من فاش هذا كانت معاهم قلت لهم ندي مارتي ندي مارتي ما كانش غيعطيوها ليا. في التالي ملي غيعطيوها ليا درسوا الخطه على انهم انا غنمشي تما غادي نديها لتما وهما غيعرموا عليا تما. قال لك 10 ايام باش ما تلقاش ما تخدم ما عندكش كدير تخدم لان ما يمكنكش تخليها تقسم سيده ما يمكنش. باش ما نخدمش باش نستسلم لم فهمتي لا يعني ابتزاز باش نستسلم لم. انا هذيك الخطه احنا فهمنا هذيك الخطه وذاك الشيء انا عوض باش نمشي تما مشيت تما ليله جبتها لهنا جبتها لهنا. لقيتي الدات ديال الفراش ولقيتي فيها المواعن ولا ما لقيتيش فيها؟ الدات المواعن هي الدات المواعن ديك الرقيق كل شيء بحال داك المولينيكس بحال داك الطحان هذاك الشيء الرقيق داك كل شيء غير الحاجه اللي ساويه. وكان عندي المراه كانت عزيز عليها ديك الاثاث اللي ساوي فهمتي ولا؟ جمعت لي كل شيء وداته وجات وقالت لك شنو كتقول لاختها؟ ها؟ اختها تنقول لها اطرد لي حوايجي اطرد لي حوايجي اطرد لي حوايجي وتبعد مني. هما مني بغيت مني بغيت مني جبتها لهنا جاو مره واحده ما بقاوش هذا ما يعيطوا ما هذا تيدوزوا دابا هذه سيمانه عاد عيطوا قبيله وكيف كيعيطوا راه كيعيطوا هنا شي وقت نتي من مشي جيران غير كيتجسوا غير من البعد. هذاك الشيء اللي كاين هما باقيين هاد الموت زائد الدوليه. والمشكل اللي اثر فيا هو الدوليه لاكار ديالها الدوله كارت ناسيونال والدفتر والدفتر ديال البوسطه فيه شي بركه. نجيك من الاخر العدد الصحيح تمشي للبوسطه هنايا وبحال انا ما كنتش كنسول لا فلوسه وما كنتش كنسول في هذا وما كان مشيت للبوسطه فيه 1,400,000 درهم. اش كيما الدوله تليفون جيت هنايا عيطت هنا المشكل باش غنمشي انا هي هنا كنعيط لمرتي كتجاوبني شي شويه كنعيط ما تجاوبنيش. دوزت عيطت لاختها واحده اخرى صغيره عيطت لها قلت لها راه زيني ما كتجاوبنيش قالت لي راه ما بقاتش كديها فيه. لا نقبضت كنمشي مشيت مني مشيت فينو التليفون ما كاينش وهي ولات واحد الحاله هذيك الساعه فقد هذا تنقول لها فينو التليفون تقول لي تا فين وكمسكينه كتحلي بحال هكا كدير موي كتقول لها نعم كتقول لها تليفون الاخرى كتقول لها باش لا في الدار وفي الدار في الدار عند 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 والديها عند والديها يعني تسرقت في الدار ويقول لك كلهم يقول لك ما شفناش ما شفناش الكارنيز البوسطة ما شفناش لاكارت ما شفناش وهما تما عندهم بوها في الاول قال لي الكارني لاكارت والكارني عندي ودار لي بحال هكا بيدو قال لي لاكارت والكارني عندي. في التالي مني رجعت خرجتها بالكروسه باش غنخرجها خرجتها بحيله انا ما كنجيش هي قالت لهم يجي السي محمد باش يهبط معايا الكراج على الله يشري معايا الدواء ونجيو ما كانش انا جيت انا قلت لها كيفاش جيت انا لعندها قالت لي هما غبروا قالت لي قالت لي خرجني من وسط العصابه خرجت من وسط العصابه قلت لها شنو قالت لي ذاك الفلوس اللي كيعطيوني الزوار اللي كيجيو يزورها كيعطيو العائله كبيره وداك الشيء ولي شي 4,000 شي هذا كيجيو كيشوف كيشوفوها شي 4,000 شي 100 درهم شي هذا شي هذا شي هذا في الليل كيخوشفوها كيديروا كي نقولوا كيخونوها في الليل كيديروا لها ديك الفانيد
هذا يعني على اللسان ديالها هي كتشكاليه، كيديروا لها ديك الفانيد كيحيدوا لها ديك الشيء، كيحيدوا لها ديك الشيء. في الصباح كتصبح كتقول لهم امي كانت عندي هنايا فلوس، كتقول لك كانت عندي هنايا هذه، كتقول لها لا هذاك عطاك ما عطاكش 4000، عطاك 50 درهم، لا وهذاك عطاك، فهمتي ولا؟ هذا هو المشكل، هذا هو السؤال. كتقول لها هم عطاوني غير 400، فين هي؟ شوفي انت فين درتيهم؟ يعني كان عندهم مشروع مدخول، فهمت ولا؟ الناس في هذاك هو هذا هو اللي فيض الكاس. اليوم باش شنو كتقول للمغاربه والمحسنين وقلوب الرحيم؟ تنقول لهم يساعدوني على هذه السيده، انا لا امل لي من غيرها، انا كنحبها، كنحب مرتي وبغيتها تبقى ليا، بغيت هذا، بغيت يتعاونوا معايا، يعاونوني فيها، انا بغيت ربي يحنس ديك الناس اللي كيقولوا العشاء، اللي كيقولوا لي، اللي كيطالبوني بالعشاء ديالها، والسيده يبقى وصفرت في الكار وصفرت في هذا. نعم. فهمتي؟ نعم. الرقم ديالك؟ الرقم ديالي هو 07 67 14 78 27. اذا كيف ما كتبوا معنا المتابعين الافاضل، المتابعين قناه شوفت فيه، هذه القصه اللي سمعتوها معنا على لسان الزوج ديالها، قصه مؤلمه، قصه لله اللي عين. كيف ما كيقول العائله ديال مراتي ما خلات ما دارت في مراتي، لعوض ما يكونوا معاها وقفوا معاها، لكن مع الاسف بالعكس هما مدمروها وزادوا مرضوها. على حسب اللسان ديال الزوج ديالها كيقول ان اختها الصغيره اي حاجه كديها لها، مشات للدار، عفوا كل خواتاتها كيف ما كيقولوا كيأكد عليها، كيف ما كتبوا معنا كيقول بان خواتاتها كاملين، اكثر من هذا انهم مشاو للدار ديالها اللي في كازا اللي شاتها ب 14 مليون اي كريدي ومازال ما تخلصاتش، مع الاسف انهم قسطوها كيف ما كيقول وداو الحوايج الثمينه، كيقول ما بقينا بالله كريم. اليوم كنطلب خوتي المغاربه وخواتاتي المغاربه انهم يساعدوني. الرقم ديالو كاين في الواتس، وغنقول لكم الرقم ديالي هو 07 67 14 78 27 وهذا الرقم 07 67 14 78 27. والله يدعو الجمع حسين. أكد عليه بغيت أنا ربي يحنسهم ويتعاونوا معايا باش نحنسهم على ديك العشاء اللي كيطلبوني به، والسيدة راه باقا كتسافر دابا هذه 3 شهور باش غادي لها الهضرة هذه. والسيدة باقا تا صدقت دابا طاحت بصح، والسيدة باقا كتسافر، باقا هذا جات هنايا وحتى جات لهنا وهي كتخرج عند الجيران وهذا.